السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو حابب اتكلم معاكم في نقطتين. اولا حابب اعتذر عن التأخير بسبب الكلية، وانا ما بين الكلية والمذاكرة مش بلاقي وقت فاضي. ثانيا حابب اشكركم جدا على دعم القناة في الفترة اللي فاتت مع اني بتأخر في التنزيل. شكرا لدعمكم المستمر. حابب اطلب منكم طلب صغير، وانا عارف انكم مش هتغزلوني. انا عايز على الفيديو بتاع النهاردة 20 لايك عشان انزل بالفيديو اللي بعده على طول. جاهزين يا شباب؟ نبدأ بسم الله. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن الذكاء الاصطناعي وازاي نقدر نستخدمه في تحويل المقالات الى فيديوهات وتحويلها لصوت. ممكن نصنع بيه محتوى وممكن نعمل بيه حاجات كتير. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديوهات اللي فاتت. لو مشفتهاش خش اتفرج عليها في القناة او حسبها لك في علامة الاي اللي فوق. موضوع فيديو النهاردة ما يختلفش عنهم، وهو ازاي تعمل لوجو باستخدام الذكاء الاصطناعي في 30 ثانية تقريبا او اقل كمان، ومجاني تماما، من شركة مضمونة جدا 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 هي اللي عامل الموقع ده. طيب انا هستفيد ايه من اللوجو؟ تستفيد حاجات كتير. اولا لو انت صاحب علامة تجارية، ده بيعمل على جذب العملاء او جذب انتباه العملاء بمعنى اصح. ليه؟ اللوجو عامل زي الرسالة العميل بيشوفها في فترة زمنية من 3 لـ5 ثواني تقريبا. في عصر كترت فيه الشركات وكترت فيه العلامات التجارية وكترت فيه المنافسة بين بعضهم وبعض، اللوجو عبارة عن رسالة ملخصة انت بتوجهها للعميل بمنتهى البساطة. مضمونها بيكون عبارة عن انت شركتك دي بتقدم ايه، بتفيد العميل في ايه، وليه اختارك انت دونا عن بقية المنافسين. ده اول سبب. تاني سبب الفيرست امبريشن او الانطباع الاولي. زي ما قلنا اللوجو وسيلة للتعارف بين العملاء والمستهلكين. رقم 3 اساس هوية العلامة التجارية بتاعتك، شكل اللوجو نفسه لازم يكون مضمونه عبارة عن انت شركتك دي بتقدم ايه. يعني مثلا شركتك دي بتقدم ايه؟ خدمات الويب والموبايل، خدمات التكنولوجي، خدمات مثلا فرنيتشر وعفش وحاجات من دي، خدمات نقل ومواصلات زي اوبر وكريم وغيرها كتير من الشركات. واخيرا وليس اخرا الولاء للعلامة التجارية الخاص بيك. كل ما كبر البراند بتاعك كل ما الناس وثقت فيك، وبمجرد ما تشوف اللوجو بتاعك بترتاح له نفسيا. طيب ممكن تدينا مثال حي على شركات بتعمل كده؟ اوي اوي. ده ايه؟ ده لوجو شركة ابل. مظبوط. طب عرفت منين ان دي شركة ابل بغض النظر عن شكل التفاحة، يعني من غير ما اكتب اسم الشركة؟ لان انت شفت اللوجو بتاعها. طيب ايه دي؟ شركة مرسيدس. برافو عليك. عرفت منين برضو اسم الشركة؟ من اللوجو بتاعها. ده ايه؟ لوجو شركة جاكوار بتاعت العربيات. طيب تصميم شركة جاكوار هو شركة مرسيدس في مضمون الرسائل اللي احنا قلناها للعملاء. شركة مرسيدس عربياتها بتتميز بالقوة والمتانة، وده واضح في اللوجو بتاعها. وشركة جاكوار اللي بتوصل رسالة ان العربية بتاعتها سريعة زي الفهم. اوكي يا شباب، كده احنا عرفنا احنا ليه محتاجين اللوجو، ايه اهمية اللوجو، ايه فايدة اللوجو، اللوجو بيقدم لنا ايه، واللوجو ممكن ينفع البراند بتاعنا في ايه. ولو انت حتى صانع محتوى بيفرق جدا في اقبال الناس عليك. طيب انت عمال تكلمنا عن اللوجو ومش عارف ايه، ايه بقى الموقع بتاع النهاردة؟ موقع النهاردة عاملاه شركة من اشهر الشركات في العالم، اللي اي حد بيشتغل في مجال التصميم والفيديو ايديتينج والجرافيكس والموشن جرافيكس على الاقل بيستخدم منتجاتها. ده لان هي صاحبة السبق والتطوير دايما في منتجاتها، وهي شركة ادوبي. الموقع ده اسمه ايه؟ هتيجي هنا في البحث بتاعك، هتيجي هنا في البحث بتاعك وتكتب ادوبي لوجو ميكر، تدخل عليه كده تبحث. هتدخل على اول لينك معانا بالشكل ده، او هتدخل على الرابط اللي هسيبه لك تحت في صندوق الوصف. وزي ما انتم شايفين يا شباب الموقع فتح معانا بالواجهه دي. ده كده شكل واجهه الموقع. طيب احنا عايزين نبتدي نصمم. هتيجي هنا عند كرييت يور لوجو ناو، تيجي تدوس عليها بالشكل ده. هنستنى الصفحه تحمل معانا. كده شباب الموقع فتح معانا على الواجهه اللي انتوا شايفينها دي. هتملى هنا شويه بيانات علشان اللوجو يطلع زي ما انت عايز. يعني مثلا انت البيزنس بتاعك ايه، هتيجي هنا عند الخانه ماي نقط بيزنس. مثلا انت صاحب مطعم، صاحب قناه يوتيوب، صاحب صفحه فيسبوك، صاحب شركه. نوع البيزنس بتاعك ايه؟ مثلا خلينا نقول ريستورانت، مطعم. اسم المطعم ده ايه؟ مثلا خلينا نقول عليه، خلينا نسميه المشويات الشهية على سبيل المثال. وعندنا هنا اخر خانة دي
مش شرط تملاها اللي هي السلوجن بتاعك او الشعار بتاعك، زي مثلا ايه المذاق الفريد، الخلطة السرية، الحاجات دي. على سبيل المثال خلينا نقول ايه ذا يونيك تيست او المذاق الفريد. بعد ما تملأ الخانات دي هتدوس على نيكست. بعد كده هتفتح معانا الصفحة دي choose your style او choose a style. يعني ايه؟ زي ما انت شايف دي اشكال ممكن اللوجو بتاعك يطلع شبهها لو انت حبيت. في مثلا عندك المودر او الحديث زي ما انت شايف التصميم ده او التصميم ده او التصميم ده. وفي عندك مثلا الاليجنت او الراقي زي ما انت شايف مثلا كده او كده او كده كمان. وفي البولد. من هنا يعني انت بتختار شكل التصميم اللي انت عايزه، مثلا ده او التصميم ده او التصميم ده برضو. وفي هنا الديكوريتيف وفي هنا الديكوريتيف، بتختار برضو بتشوف هل التصميم ده اللي انت مرتاح له. في مثلا عندك الشكل ده والشكل ده والشكل ده واشكال تانية كتير. خلينا نختار مثلا ايه البولد اهو زي ما انتوا شايفين اتحدد معانا. بعدين ندوس على نيكست. وبعدين هتفتح معانا الصفحة دي، دي عبارة عن ايكونز. وبعدين هتظهر معانا الصفحة دي، دي عبارة عن ايكونز ممكن تضيفها للوجو بتاعك بحيث ان هي تديله لمسة جمالية اكتر. على فكرة مش شرط، لو مش عايزها ممكن تدوس نيكست على طول وتكمل يعني. ولكن ايه خلينا مثلا نبص كده، هو هنا جايب لك كل الايكونز اللي ليها علاقة بالمطاعم، مثلا سكينة وشوكة، طبق، ترابيزات، شكل المطعم. ولا على سبيل المثال هنختار مثلا الايكون دي نضغط عليها كده. ولو حابين تقدروا تدوروا على ايكونز تانية كلها فري ومجانية تماما من هنا، كلها من شركة ادوبي. تمام، احنا اخترنا الايكون دي. بعدين نيجي هنا ندوس نيكست، هيحمل لنا بقى اللوجوهات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين يا شباب، يعني اكتر من لوجو باكتر من شكل وتصميم. وهو ضاف الايكون، لا وهو ضاف الايكون، وهو ضاف الايكون اللي احنا اخترناها قبل كده في الصفحه اللي فاتت، يعني ديليشس جريل. ديليشس جريل كلها لوجوهات جميله جدا الصراحه، يعني معقوله لو حبيت تشتغل بيه زي ما انتوا شايفين. على سبيل المثال مثلا انا عجبني ايه اللوجو ده، عجبني شكله بس مش عجبني اللون او الخطوط، حابب اعدل عليه. هتيجي هنا تقف عليه، هتيجي هنا تقف على اللوجو بالشكل ده، هتدوس على كلمة كاستمايز او تعديل. هتفتح معاكم الصفحة دي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لو حابين تغيروا شكل الفونت هتدوسوا على فونت من هنا، وهو هيعدل لكم على الخط زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين الخط بيتعدل معانا كل مرة بنضغط فيها على الفونت. طيب انا عايز اعدل على الالوان، هتيجي هنا تدوس على كلر. زي ما انتوا شايفين اللون اتغير معانا، حبيت تغير اللون تاني تقف على color. زي ما انتوا شايفين اللون اتغير معانا. طيب انا حابب اعدل عليه اكتر، هتيجي هنا عند customize more وتدوس عليها. هتفتح معانا الصفحة دي، هنيجي مثلا هنا على خانة التكست. زي ما انتوا شايفين يا شباب الانترنت عندي طلقة ما شاء الله. اعملوا لايك، اعملوا لايك واشتراك قبل ما يحمل معانا. هيفتح معانا خانة التكست بالشكل ده. هنيجي هنا لو عايزين نضيف نص هنقول add text. زي ما انتوا شايفين كده فتح لنا هنا خانة النص والتعديل عليه. زي ما انتوا شايفين هنا فتح لنا صفحة التكست والتعديل عليه والتعديل على اللون بتاعه. هنا ممكن تعدل على مكان الخط عايزه في النص ولا على اليمين ولا على الشمال. هنا ممكن تحدد الاوباسيتي او الشفافية بتاعته، هنا ممكن تغير لونه، هنا ممكن تغير حجمه، هنا ممكن تضيف له شادو لو حبيت، هنا ممكن تضيف حواليه شكل معين. من اختيار فوتو هنا ممكن تضيف صور للوجو بتاعك لو حبيت. في عندك كل الصور دي ببلاش اللي عليها علامة التاج دي باشتراك. وبس كده يا شباب، من هنا تقدر لو حبيت تضيف حاجة او تعدل حاجة على الفيديو بتاعك. وبس كده يا شباب من هنا، وبس كده يا شباب من هنا تقدر تضيف، وبس كده يا شباب من هنا من الصفحة دي تقدر تعدل على اللوجو بتاعك بشكل اكتر. ممكن تعدل على الديزاين من الاول تاني،
ممكن تعدل على الالوان، ممكن تعمل، وفي الاخر خالص لما تخلص هتيجي هنا عند فايل الداونلود وهيتحمل معاك، تقدر تستفيد بيه لو انت صاحب بيزنس وعايز تعمل لنفسك اللوجو الخاص بيك، لو او لو انت عندك اكاونت سوشيال ميديا وحابب تعمل اللوجو بتاعك الخاص تقدر تعمله من هنا. اتمنى اكون فدتكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في الفيديو الجديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في الفيديو الجاي. سلام.